إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا وقدوتنا محمدًا عبد الله ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله، وارض اللهم عن صحابته ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين. أما بعد، ففي هذا اليوم يوم الجمعة 19 من شهر رجب عام 44 و400 الهجرة، يشرفني أن أشارك في مناشط هذا الجامع المبارك، وأسأل الله جل وعلا أن يجعل هذا العمل خالصاً لوجهه نافعاً لعباده، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وموضوع الدرس كما أعلن وجوب لزوم الكتاب والسنة وأثر ذلك على الفرد والمجتمع، موضوع غاية في الأهمية، موضوع هو حديث عن سر قوة الفرد والمجتمع، حديث عن واجبنا تجاه كتاب الله وتجاه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث عن سبب قوة أي أمة من الأمة وأي مجتمع من المجتمعات، إنما سر ذلك هو هذا الشأن العظيم، ألا وهو التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذلك أن الله جل وعلا خلقنا لغاية بيَّنها في كتابه ومقصد واضح، قال الله جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذه هي الغاية التي خلقنا الله جل وعلا لأجلها، وهذه الغاية لا تتحقق إلا إذا استمسكنا بحبل الله واعتصمنا بشريعة الله وأخذنا هذا الدين من خلال ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الذي خلقنا لهذه الغاية بيَّن لنا كيف نعبده في كتابه وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك فالتمسك بالكتاب والسنة هو وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو المنقذ من الفتن، هو أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله جل وعلا: فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم. هذا الصراط المستقيم الذي وصف الله جل وعلا به ما جاء به رسوله صلى الله عليه وسلم هو الذي ينجو من تمسك به، وهو الذي نسأل الله جل وعلا في كل ركعة من ركعاتنا حينما نقرأ فاتحة الكتاب، فنحن فيها نقرأ: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فنسأل الله أن يدلنا وأن يوفقنا وأن يثبتنا على هذا الصراط المستقيم الذي من سلكه فإنه ينجو بإذن الله عز وجل. هذا الصراط لا شك أنه هو نهج الله جل وعلا، وهو الذي به تتضح الرؤية، وينأى الإنسان بنفسه عن الشقاق والخلاف والاختلاف، وينأى بنفسه عن الفرقة المذمومة التي جاءت في نصوص كثيرة من كتاب الله عز وجل وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن هذا الشأن ألا وهو الاستمساك بحبل الله هو حقيقة شهادة أن لا إله إلا الله، وحقيقة شهادة أن محمدًا رسول الله، لأن معنى العبودية لله التسليم لله عز وجل في كل ما يكون من أوامر الله جل وعلا. ولذلك أخبر الله عز وجل أن الإيمان لا يتم إلا وفق هذا المنهج، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وفي آية أخرى يحذر الله جل وعلا أولئك الذين يتبعون السبل ويريدون أن يضلوا الناس من خلال الأهواء ومن خلال الفرق والجماعات، يقول الله عز وجل: فليحذر الذين يخالفون عن أمره. وأمر الله وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما نجده بكتاب الله جل وعلا، فمن رام الهدى في غيره فيقول الله عز وجل: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فمن أخذ الهدى من غير كتاب الله ومن غير سنة الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه يعرض نفسه لهذا الوعيد الشديد الذي سيجد في الدنيا قبل الآخرة. ففي الدنيا يجد الضلال، وحدث ولا حرج عن هذا المعنى الذي به يدخل الإنسان في الأهواء وفي الجماعات وفي التيارات، ولن يصل إلى طريق، بل سيظل حائراً حتى تنتهي به مسيرة الحياة دون أن يهتدي، وذلك نتيجة لمخالفة أمر الله جل وعلا، ونتيجة للخروج عن نهج الله جل وعلا.
اتباع الكتاب والسنة هو واجبنا تجاه كتاب الله، وهو واجبنا تجاه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو سر وهو سبب اجتماعنا. فالذي يجمعنا إنما هو اجتماعنا على مصدر واحد، لأن هذا المصدر إذا اجتمعنا عليه ألف قلوبنا ووحدنا وجمعنا بعد فرقة، وكان سراً أو كان سبباً لكل ما نعيشه من نعم. أما إذا كان كل ينزع إلى منزع، هذا يأخذ قول فلان، وهذا يأخذ من الهوى الفلاني، وهذا يأخذ من المصدر الفلاني، حينئذ ستتشتت الأمة وستتفرق. ولهذا جاء الأمر بالاعتصام بكتاب الله وبحبل الله، بصورة لو رام الإنسان رصد الدلالات لوقف على أساليب كثيرة من الدلالات لهذا الشأن. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدر ذلك بوصف الإيمان، يعني إن كنا مؤمنين فإن من مقتضيات الإيمان أن نأخذ بهذه الوصية التي أوصانا الله جل وعلا بها: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. حبل الله هو كتاب الله، حبل الله هو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حبل الله جل وعلا هو الإخلاص، حبل الله جل وعلا هو الاجتماع على ذلك. بهذه التفاسير جاءت، وقد ذكرها علماء التفسير، وكلها معان كما قال شيخ المفسرين ابن جرير الطبري: كلها معان مؤترفة، كل معنى يدل على جزئية مما وجب علينا. فالذي يجمعنا هو كتاب الله، والذي يجمعنا هو الاجتماع على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومتى ما تفرقت من الأهواء فإن سنأخذ يمنة ويسرى. ضمن الله جل وعلا لمن أخذ بكتابه واهتدى بهذا الهدي ضمانين، كلنا نحتاج هذا الضمان، بل أكثر من ضمانين، لكن ما جاء في آية جاء ضمانان، وجاء في آية أخرى غير ذلك. قال الله تعالى: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. الضمان من الله، من أخذ بما جاء في كتاب الله واتبع نهج الله وسار على هذا الطريق وقاوم الشبهات وقاوم الشهوات ونأى بنفسه عن الفرقة والاختلاف، فالضمان من الله ضمانان: الضمان الأول أنه لا يضل، وهذا في الدنيا، والضمان الآخر في الآخرة أنه لا يشقى، فلا يناله شقاء، وإنما سينال السعادة في الدنيا قبل الآخرة، مصداقاً لقول الله جل وعلا: من عمل صالحاً من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياةً طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. ويقول في آية أخرى: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ضمان آخر من الله بأن من أخذ بهدى الله واتبع نهج الله جل وعلا فإنه سيعيش أمناً تاماً في الدنيا قبل الآخرة، سيجد الأمن بكل معانيه، حتى لو واجهته المخاوف، حتى لو تعثر في طريقه، حتى لو تعرض لمصائب ونوازل وكوارث وغير ذلك، إلا أنه في أمان الله جل وعلا، لأنه باتباعه لنهج الكتاب والسنة ستكون حياته كلها لله وبالله. فإن أصابته كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. هذا المنهج كما ذكرت هو تحقيق لشهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله، وكلنا تعلمنا ومنذ الصغر أن معنى شهادة أن لا إله إلا الله: لا معبود حق إلا الله، والعبودية الحقة لله. أن تأخذ هذه العبودية بمفاهيمها بتطبيقاتها بكل ما تشمله من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا سيما في باب العقيدة، فباب العقيدة مبنى على النص وعلى الاتباع، ما يجب لله في ألوهيته، في ربوبيته، في أسمائه، في صفاته، تحقيق ذلك إنما يكون من خلال ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لن يكون للأهواء إلا طرق الزيغ والضلال. من أراد النجاة فعليه أن يأخذ هذا الأصل الأصيل كما جاء في كتاب الله وكما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وشهادة أن محمد رسول الله عرفنا أنها طاعته فيما أمر، وتصديقه فيما أخبر، والانتهاء عما نهى عنه وزجر، وألا يعبد الله إلا بما شرع. فحقيقة اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم
أن لا نعبد الله إلا بما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أي عبودية يتعبد بها الإنسان لله لا تبنى على الأذواق، ولا تبنى على الاستحسان، ولا تبنى على التقليد الأعمى، ولا تبنى على المشتهر، إنما يجب أن يكون الدليل هو الذي دل على ذلك. ولذلك قول رسولنا صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور، حديث عائشة رضي الله عنها: من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد. وفي لفظ لهذا الحديث: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. هذا الحديث أصل من أصول الإسلام في هدم كل البدع والمحدثات. فأي متعبد لله بعبادة لم تثبت في كتاب الله ولا في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، فحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنها باطلة غير مقبولة، بل مردودة على صاحبه، حتى لو كانت نيته صالحة، ولو كان دافع ذلك الحب، ولو كان الحب لله أو المحبة لرسول الله، لأن تصديق المحبة إنما يكون بصدق الاتباع. ولهذا جاءت آية الابتلاء والامتحان، وسميت آية الابتلاء لأنها محك، من صدق في اتباعه ومن صدق في محبته فعليه أن يطبق ما جاء شاهداً على ذلك. قال الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. هذا هو الشاهد الصحيح. ولهذا فالاتباع نجاح، الاتباع سعادة، الاتباع اجتماع، الاتباع ألفة، الاتباع أيضاً فيما يتعلق بيوم القيامة سيكون نهاية السعادة دخول الجنة، لأن الإنسان سار على منهج الله جل وعلا. وهذا الموضوع نحتاجه في كل وقت، ولكن في الأوقات التي يكثر فيها ما يكون من البدع وما يكون من الأمور التي يحدثها الناس ويزعمون أنهم يحدثونها، يزعمون أن ذلك محبة للرسول صلى الله عليه وسلم. مثل هذا الشهر، هذا الشهر من أيام الله جل وعلا وهو شهر رجب، تكثر فيه البدع، بدع ومحبة الرسول صلى الله عليه وسلم، إما احتفاءً بإسرائه ومعراجه، أو أخذًا بما يدور من أمور لم تثبت. ولهذا فمعيارنا في هذا: هل ثبت هذا في كتاب الله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إن ثبت فهذا هو واجبنا وأن نتبع، إن لم يثبت فيجب علينا أن نقف حيث وقف سلفنا الصالح، لأن أي مبتدع يبتدع بدعة فإنه بذلك يهدم سنة. والمبتدع حقيقته أنه يستدرك على الله ويستدرك على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه كأنه يقول إن هذا الأمر من شريعة الله ونتعبد به، لكن لم يأتنا بها الله جل وعلا. ولهذا خرج عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في زمن الصحابة على قوم في الكوفة، وقد اجتمعوا حلقا، وعلى تلك الحلق أحد ويعطيهم حصى ويقول: سبحوا مئة، كبروا مئة، هللوا مئة. فلما رآهم عبد الله بن مسعود استنكر هذا الأمر استنكارا عظيما، وقال: يا أمة محمد، ما أسرع هلكتكم؟ هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثيابه لم تبلى وآنيته لم تكسر، يعني نحن حديث عهد بالرسول صلى الله عليه وسلم. ثم قال لهم أمرا هو لازم لكل شخص يتعبد لله بعبادة لم تثبت، قال: إما أنكم على هدي أهدى من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أنكم مفتتحوا باب ضلالة. فمن يتعبد لله فله إحدى القسمتين لا ثالث لهما، فإما أن يزعم أنه جاء بشيء أفضل مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه لم يفعل، فإذا لم يفعل فمعنى هذا أنك تزعم لنفسك أنك وقفت على شيء لم يكن في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. أو الباب الآخر، وهو حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه كان صلى الله عليه وسلم يقول في خطبه: كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فإذا لم يكن هذا فالأمر الثاني هو الذي يحصل. ثم هو، وأختم بذلك: أي خروج عن نهج الله وعن شريعة الله وعن كتاب الله وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو هوى، والهوى نقيض الوحي، الهوى ضد الوحي. ولهذا أخبر الله عن رسوله صلى الله عليه وسلم فقال في وصفه: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، يعني ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم هو وحي وليس هوى. وفي آية أخرى أصرح من ذلك، يبين الله فيها أن الإنسان أمام طريقين يختار أحدهما، فإما اتباع وأخذ بما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإما هوى مذموم، وحكم الله على من اتبع الهوى بأحكام متتالية. قال الله جل وعلا: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. فالأمر إما استجابة لله
واستجابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذ بهذا النهج، وهذا هو السلامة. وإما اتباع الهوى، ثم يحكم الله على من اتبع الهوى، قال ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله، يعني لم يكن هناك دليل من كتاب الله ولا من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما كان هذا استحسانا وذوقا، رأى الإنسان بعقله أن هذا هو الذي يوصله لكنه لن يوصله. ولذلك في آخر الآية قال إن الله لا يهدي القوم الظالمين، أي أن من فعل ذلك فهو معتد على شريعة الله، متجاوز لحدود الله جل وعلا، ظلم نفسه قبل كل شيء، وظلم من اقتدى به واتبعه في هذا السبيل. فهذه وصية أوصانا الله عز وجل بها، وأوصانا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله تعالى يقول في كتابه وأن هذا صراطي، هذا إشارة إلى ما جاء في كتاب الله، وخصوصا في الوصايا العشر التي جاءت في آخر سورة الأنعام في قوله تعالى قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا إلى آخر الآيات. فيقول الله وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. نبينا صلى الله عليه وسلم فسر هذه الآية وخط خطا مستقيما وخط خططا عن اليمين وعن الشمال، ثم قال هذا سبيل الله وهذه سبل، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه. فالذي يخرج عن نهج الله سيجد شياطين الإنس والجن تتخطفه يمنة ويسرة، ويضل ويزيغ، نعوذ بالله من الزيغ والضلال. فالله الله في الاتباع، ولن يكون الاتباع إلا عن علم، لأنه لن يعرف الإنسان منهج الله وما جاء في كتاب الله إلا بأن يتعلم، ويكون ذلك على نهج سلف الأمة، لأنهم هم أقرب القرون إلى قرن الرسول صلى الله عليه وسلم، وهم الذين عايشوا الوحي وعاصروا التنزيل وعرفوا ظروف هذا التنزيل. فالأخذ بنهجهم نجاة، وقد أمرنا الله بأن نأخذ بنهجهم. قال الله تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. أسأل الله جل وعلا أن يمن علينا بالهداية والتوفيق، وأن يثبتنا على صراطه المستقيم، وأن يعيدنا من الزيغ والضلالة والأهواء. أسأله سبحانه وتعالى أن يثبتنا على دينه إلى أن نلقاه. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم احفظ علينا ديننا وعقيدتنا ولحمتنا وأمننا وولاة أمرنا، ووفقهم إلى كل خير. اللهم أجزل مثوبتهم وأعظم أجورهم كفاء ما قاموا ويقومون به تجاه ما يحصل في بلاد مجاورة. أسأل الله جل وعلا أن يعيذنا جميعا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.